تلبيات الفطر وما العصر أي تذكرات أي تلبيات أي تلبيات بعدها بساعة ونص ساعة بساعة ونص حوالي ساعة ثلاثة ربعهم تقريبا الأهالي اشتركت معاهم بعد رجعوا والأهالي اشتركوا معاهم فكان في مطر واقف على الاتجاه المائي مترو واقف على المحطة على المحطة الاتجاه المائي اتجاه المائي تم الاعتداء عليه تم الاعتداء عليه وسمعت صراخ من الركاب وسمعت صراخ من الركاب فقفلت المكتب بتاعي وقفلت مكتبي عشان احافظ على الاجهزه الرواية احافظ على الاجهزه الرواية وتم متابعة حركة القطب اللاسلكي وتم متابعة حركة اللاسلكي فكلمت الإدارة المركزية عندنا سي سي بي كلمت الإدارة المركزية إن الأرض ما يقفش المحطة وحيد من الأرض ما يقفش المحطة فالأرض بادر خلال دقيقتين خلال دقيقتين فقالوا بعد كده إن في إزازة القصة وحاجات زي كده قالوا لي إن في إزازة القصة وداخل المحطة في بعض الألواح المحطة في بعض الألواح الفرعونية الزجاجية والكوبري الداخلي في كاتو هيتصل مكتوب الصاروخ والكوبري ايه الكوبري الداخلي للمحطه والكوبري الداخلي للمحطه كالصاروخ ومن الذي تلقى البلاغ؟ كيف تلقى الشرطه ومن تلقى البلاغ؟ ومن حضر للمحطه؟ ومن حضر للمحطه؟ للمحطه كلمت الاداره المركزيه عندي اللي هي سي سي بي كلمت الاداره المركزيه اللي هي عندي اسمها سي سي بي طريق الاساسي فهم اخبرهم بلغوا الاسم وهم اخبرهم بلغوا الاسم اسم دكتور البلد اسم دكتور البلد فبعد الساعه 3 او بعد الساعه 3 جه المقدم شريف جه المقدم شريف ويمكن المقدم اسمه محمد حمدي كمان المقدم اسمه احمد حمدي محمد حمدي احمد حمدي وبعد ما صورنا المبعث وبعد ما صورنا المبعث ما اعرفش اسماء اهلا وسهلا كم المتواجدين في المحطة؟ كانوا صرف ولا لسه موجودين؟ لا كان في ناس كتير على الصفة عليك الأسبوع اللي استنى. بتقول إيه؟ المتواجدين المتصارعين. كم؟ التأجيل جلسة 22 طرف وعلى النيابة العامة احتار برقي شهود الإثبات الأول والسابع والثاني والتاسع وضم الأحراز إن وجد مع تغيير شهود الإثبات 1000 جنيه لتخلف عن تنفيذ قرار محكمة وضم دفاتر الأحوال قسم شرطة مترو الأنفاق وقرى ودفتر أحوال النص القديم عن يوم الوقت مع صندوق محكمة